حياكم الله مشاهدين شاشة تلفزيون قطر في حلقة جديدة، وعلى أمل بأن تكون سعيدة وبداية يا رب تكون خير للكل في بداية هذا الصباح، منهم من أنجز أعماله ومنهم يستكمل فعلا ما يقوم به في حياته علشان يعطي من أجل نفسه ومن أجل هذا المجتمع. صباحك خير يا زهرة. صباح النور محمد، وصباح الخير على جميع مشاهدينا. صباح الحب، التفاؤل، صباح التسامح مع من نحب، صباح التراجع عن بعض المواقف في سبيل كسب الود. سطر جميل، وفعلا ممكن الواحد يعني ياخذ منه العبرة والفائدة. عاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. فهذا فعلا ما قد نحتاجه اليوم في كثير من الأحيان، ومع أشخاص معينين يمكن يطرون في بالك تتراجع عن بعض المواقف علشان تكسب ودهم. ما نقول تعتذر عن خطأ، نقول تحاول ما تبين أن هناك خطأ علشان تحفظ الود، وتحاول أنك تحافظ على استمرار هذه العلاقة. فدائما التراجع أو التنازل نقدر نقول، خصوصا مع الناس القراب منه، الأهل، الرابع اللي وايد قراب بمثابة أهل، عشان نكسبهم فإحنا نضطر أن إحنا نتنازل. أكيد مشاهدينا، أكيد في قاعدة لغوية تقول حرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين. كذلك مشاهدينا في العلاقات، قد نكون الشخص المكسور، الشخص الذي يقدم بلا مقابل لكسب الود من الطرف الآخر وللحفاظ على من نحب. لا بأس بأن نتراجع خطوة للخلف، نعتذر حتى لو لم نخطئ من أجل ردم الفجوة بيننا، لكن دون التفريط بالثوابت. أكيد في طبعا نتغافل ولا نتنازل. نتغافل لا نتنازل، نمشيها علشان الحياة تمشي. إذا احنا مع كل زلة بنوقف عليها ونكبرها مع مرور الوقت، معناته ان احنا قاعد نصنع مشاكل. أكيد ما نحل مشاكل، عرفتي؟ فأنت عينك شنو تشوف؟ فالتغافل انك تخسر ألف نقاش ولا انك تخسر شخص. التغافل انه يرتكب الآخر خطأ فتتغاضى عنه محبة وصونا لما بينكم من عيش وملح وعشرة. أما التنازل، نحن نقوم بشيء لا نريده أو لا نحبه على نفسنا فمن أجل الآخر علشان نكسب وده. فممكن أنا أقلل من بعض الأمور اللي حطيتها بعين الاعتبار، أكسر يمكن نقول من القلب شوي علشان أرضي طرف آخر، ولما يعلم بذلك فعلا راح يكسب الود أكثر طبعا. ولكن في بعض الأحيان بعض الأشخاص يعني بيلاحظ وبيشوف أنه أنت عم تكسر نفسك لأجله. أيوة. وعم تتنازل ولكن يستمتع بهي الحالة، فهون اسمه تنازل. يعني دائما مشاهدينا، هناك ما يسمى التنازل الصحي لشخص نحبه ونعلم ونثق بأنه يحبنا. فإذا كان هناك تقدير من الطرف الآخر، اهتمام بعد هذا التغاضي أو التنازل الصحي، فقد أثمر هذا الجهد في المكان الصحيح. أما مشاهدينا، إذا كان شخص الآخر ومع هذا الجهد والمحاولة في إرضائه ينكر ولا يقدر العطاء ولا يتفهم ولا يحترم، هنا نصل لمرحلة جلد الذات أو الإساءة لها. وهذا النقطة اللي ما نحتاج لها، لا تسيء لنفسك، ما راح يسيء لك الغير، أو العكس لا تسمح للغير بأنه يسيء لك. كل إنسان له احترامه وكل إنسان له مقامه. بالتالي في حال نقدر نقول أن أنت تعز شخص أو طرف آخر، في جملة تقول قالوا أساء حبيبه فأجبتهم، إن الحبيب وإن أساء حبيبه. علشان تستمر العلاقة أنظر لي أساسها المبنية على المحبة والمبنية على الاحترام، لكن بشرط أنها تستمر على التقدير والامتنان من الطرف الآخر. إذن يعني نصيحتنا مشاهدينا الصباحية تقول أحلام مستغنمي الحب إغداق لا إنفاق. إذن نصيحتنا الصباحية تقول أغدقوا مع من تحبون ولكن مع من يستحق. أنا أحب أقرأ لها، حتى هالفترة قاعد أقرأ لها كتاب اللي هو قلوبنا معهم قنابلهم علينا، عرفتي؟ جميل صح. هذا الكتاب الأخير اللي هي كاتبته يحمل كثير من القضايا اللي ممكن الواحد فعلا يستفيد منها. إذن مشاهدينا، يعني نحن كل أسبوع أو كل يوم منذكركم بالسؤال لهذا الأسبوع، والسؤال يقول كيف ترى أهمية تقليل ساعات العمل للأسرة والأبناء؟ بانتظار إجاباتكم وآرائكم على تويتر. فعلا يلعب دور، أنت قاعد تقلل من عدد وقت علشان تزيد من إنتاجية وكثير من الأمور.
نروح لفقرة الصحافة ونبتدي أخبارنا بالنسبة لليوم، والبداية مع جريدة الشرق. انطلاق معرض ابني بيتك اليوم، حيث تنطلق النسخة الثانية من معرض ابني بيتك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويتضمن الافتتاح قصر الشريط جولة لكبار الشخصيات، ويقام المعرض ابني بيتك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويضم المعرض شركات عدة في مجالات التصميم والبناء والتجديد بمشاركة أكثر من 150 شركة في مجال الاستشارات والمقاولات والتوريد. يعني أيضا يقام المعرض نذكر بتوقيته من 20 إلى 22 سبتمبر يوميا من الساعة 10 الصبح إلى 10 مساء في قاعة رقم 8 و9. طيب إذا ننتقل محمد ومشاهدينا إلى الخبر الثاني من الوطن، والميدالية الفضية لمخترعات مركز الجامعة. فازت الطالبتان مشاهدينا شماء عبد الله وهند البعنيني المنتسبتان لبرنامج تطوير مهارات البحث العلمي بمركز قطر للعلماء الشباب بالميدالية الفضية على مستوى الجامعة في مسابقة الاختراع الدولية للعلماء المسلمين الشباب التي أقيمت في إندونيسيا. وقد تم منحهما الميدالية الفضية في فئة الهندسة الميكانيكية لمنتجهما المبتكر كراو ألارم، والذي تم تطويره بعد حضورهما برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة شهرين في هذا المركز. ومن هذا المركز ومن الطالبات اللي فعلا الواحد ممكن يفتخر فيهم اليوم هند البعينين، وايضا الطالبه الثانيه شمه عبد الله. من الطالبتين اللي فعلا الواحد يفتخر بما يقدمونه. نرجع للصحه من جديد، وخبر من جريده لوسيل. الرعايه الصحيه الاوليه تتبنى ممارسات وسياسات لسلامه المرضى وفق معايير عالميه، حيث اكدت مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه تبنيها ممارسات وسياسات سلامة المرضى وفق المعايير العالمية، واستمرارها بتقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية في مراكزها الصحية المنتشرة في جميع مناطق الدولة وعددها 28 مركز. وأوضحت أيضا المؤسسة في نفس السياق، في ظل العبء الفادح من المخاطر والضرر اللي ممكن يتعرضون له النساء والرضع عند تلقي الرعاية غير الآمنة، اختارت منظمة الصحة العالمية موضوع الرعاية المأمونة للأم والوليد للاحتفاء به بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى 2021، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة وجيدة من قبل أطباء يعني ماهرين في الرعاية الصحية يعملون علشان يقدمون بيئة داعمة لتحسين تجارب النساء من خلال الولادة أو تمكينهم والحد من التعرض لهم لضرر أو الصدمات العاطفية تحت شعار حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام. إذن الجانب النفسي والجانب الصحي مهمين للأم والطفل، ومشكورة الرعاية الصحية على هذا الاهتمام. ومن هذا الموضوع ننتقل إلى صحيفة العرب وابتكار أول كلية صناعية قابلة للزرع. حصل مشروع الكلى في جامعة كاليفورنيا الأمريكية على جائزة مقدارها 650 ألف دولار من مؤسسة كيدني إكس بعد ابتكارها أول نموذج لكلية صناعية حيوية قابلة للزرع، وهو الأمر الذي يعد بتحرير مرضى الكلى من آلات الغسيل الكلوي وقوائم انتظار زراعة الكلى، حسب ما ذكره موقع جامعة كاليفورنيا الإلكتروني. على طار السفر، يعني الواحد فعلا ممكن يشوف مناظر عنده في الجوال من باب الامور الالكترونيه، فوده انه هو ينتقل لبلد معين لانه شاف الابديت عنده في الجوال وشاف فعلا الناس قاعده تصور هذه المنطقه. صحيح. لكن الناس وايد اشتاقت بان هي تروح لبانكوك او نقول تايلند، تتميز فعلا بالطبيعه وتتميز بامور كثيره، حتى نقول التاكسي اللي هو التكسك، يعني هذا ما يميز بانكوك فيه. لكن نروح لتاكسي بانكوك يتحول الى بساتين، حيث عادت حياه السيارات التكاسي المهجوره في بانكوك على شكل بساتين خضروات على سقف المركبات ومستنقعات مياه صغيره في موقف مكشوف في غرب العاصمه التايلانديه. تنمو نباتات ترويها امطار الرياح الموسميه في هياكل عده، سيارات اجره زهريه برتقاليه اللون هي من المشاهد المالوفه في بانكوك، ومن أصحاب السيارات التكاسي اللي ممكن يوقفون يعني هذه التكاسي في مواقف علشان يرجعون من جديد للزباين، ففي شكل مختلف،
شبه كامل أدى يمكن لهم أوضاع سيئة مرت عليهم وطولت في بانكوك لاحتواء نقول فيروس كورونا، لكن مع ذلك نشوف الجماليات بأنها موجودة. حلو أنه نشوف من المحنة نشوف إبداعات، يعني حلو الصور لما شفناها مشاهدينا، ألوان وورود وإعادة تدوير واستفادة من المكان لفائدة البشر والبشرية، جميل جدا. الطبيعة أصلا في بانكوك حلوة، يعني بشكل عام أنت تشوف الطبيعة تستمد قوة وبنفس الوقت صحتك تكون زينة. أكيد. ففي ناس تروح، يعني إحنا كل سنة نروح هناك، ليش؟ لأنه ممكن من خلال بلد أنت تستمتع بوجودك فيه تعطي نفسك صحة جيدة. أكيد، الهواء النظيف، الخضروات، وهل أهتموا يعملون على السيارات خضار. إيه، والعين ما تشبع، العين ممكن تشوف شيء من الطبيعة وتستمد القوة، لكن نتكلم من باب التدابير الصحية اللي ممكن الواحد يأخذها، من باب التغذية، يعني ممكن تأخذ أكل يأثر عليك بالسلب، فمفاهيم خاطئة موجودة في التغذية تؤثر على الكثير من الأورام أو السرطانات، بعيد عنا وعنكم الشر. نتابع. عدنا لكم مشاهدينا من جديد، وفي نفس السياق يعتبر سرطان الثدي مشاهدينا أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، وقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيصه وعلاجه، وزادت مشاهدينا معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، غير أنه تنتشر العديد من المفاهيم الشائعات المغلوطة حول حقيقة هذا المرض وتطوره وأسبابه. طبعا مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتورة ارتفاع الشمري، طبيبة الجراحة بمؤسسة حمد الطبية وسفيرة الفخرية بالجمعية القطرية للسرطان. حياك الله معنا. مرحبا، أهلا زهرة، أهلا أخوي محمد. مرحبا وشرفتينا. بما أن زهرة ذكرت يعني في البداية في مفاهيم خاطئة، اختصرت المقدمة وايد مهمة ومهمة جدا. أيه. على الاختصار، فنبتدي من مفهوم خطأ ممكن يكون شائع، اللي هو الخزعة، اللي هي الإبرة اللي ممكن تتأكد من خلالها إذا أنت فيك ورم ولا ما فيك. في ناس تعتقد أن من خلال هذه العينة تنشر المرض بين الناس. وايد مهم هالسؤال أخوي محمد، لأن الصدق إن موضوع الخزعة كأنها صارت الأسطورة القاتلة، يتورثونها جيل ورا جيل، سواء متعلمة أو مش متعلمة، على كل فئات المجتمع يتكرر عندي. يعني المرضى اللي أشوف ممكن أعيد هالموضوع 3-4-5 مرات بنفس اليوم، ويأخرون بعضهم العلاج عشان بس المفهوم أن الخزعة راح تنشر المرض.
على فكره انه مجرد احنا نحط ابره بالعينه او نبي تاخذون عينه من الكتله اللي موجوده معناته انتم راح تثيرون المرض وتخلونه ينتشر. هالفكره مغلوطه تماما نهائيا. اصلا الخزعه هي اهم خطوه ان احنا نشخص الكتله هاي كتله حميده او كتله سرطانيه وبتفيدنا اصلا حتى بالخطه العلاجيه اللي للمريض، لان كل العينه الاورام السرطان حقت الثدي يمكن فوق 27 نوع يختلف نحدد شو كل نوع له علاج مختلف. فلما نجي احنا العينه هاي هي اللي بتبين لنا هل العلاج هاي نبدا الكيماوي الاشعاعي، هل نبدا العلاج الهرموني المناعي، النوع هاي هل احنا محتاجين استئصال كامل استئصال جزئي للثدي، هاي كلها راح ترى تجاوبنا عليه العينه. ففكره ان العينه تنشر المرض او سوري الخزعه او العينه بما معناه انها تنشر المرض هاي فكره مغلوطه نهائيا 100%. يعني لازم ارجع اعيدها ودائما نعيد نفسها، يعني هي صارت اسطوره متوارثه على طول. اول سؤال يقولونه ان اوكي بس العينه تنشر المرض دكتوره، احنا سمعناه. هي اصلا الخزعه هي اخذ من الورم ولكن ليس فتح للورم. لا 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 لا، هي ابره بسيطه، يعني تكنيك بسيط ما تاخذ 10 منت 10 دقائق تحت لوكل، ابره بتدخل بتاخذ عينه وتطلع بدون اي الام، ما راح تسبب لك اي الام بدون ما تحس باي، حتى الابره اللي بتدخل يعني ابره بسيطه. والتقنيات يعني وايد تطورت ووصلنا ان تحت الالتراساوند والتلفزيون فعلى طول عليها ونطلع بدون اي شيء. في نقطه دائما، يعني دائما الرسائل التوعويه بسرطان الثدي يعني بتدفع السيدات للفحص المبكر. يس. ولكن بعد الفحص المبكر ممكن تلاقي او السيده تحس في كتله، هل كل الكتل هي اورام سرطانيه ولكن ممكن تكون يعني اورام حميده، يعني اذا بنسميها؟ احنا دائما نفس ما قلتي دائما نشجع ان حاله حسيتي باي كتله اي تغيرات بانسجه الثدي دايركتلي انك انت تروحين للدكتور والفحص كوقايه. انزين، لكن علميا انت 8 من كل 10 كتل ممكن تكون موجوده، يعني بما نتكلم على معدل 80% من الكتل تطلع النتيجه اصلا كتل سليمه غير سرطانيه. انزين، فالوجود الكتله يخلي بعض يعني المريضات او بعض المراجعات اصلا يتخوفون حتى يروحون، لانه يخافون معناته هاي سرطان فاحنا ما راح نروح حتى نسوي فحص، فيقعدون فكره الدينايل فيس انه لا لا هاي ما فيها شيء ويخلونا الى المراحل متقدمه. بينما عندك نسبه 80% انه ما تكون إن تكون كتلة سليمه وغير سرطانيه. وعاده حتى الكتل الحميده ممكن تنشال بعمليه جراحيه بسيطه وما تسبب اي شيء، ممكن ما تحتاج حتى اي تدخل جراحي لانه يعتمد على الحجم مالها شنو. صحيح. اذا كانت فوق الأربعة سنتي ذاك الوقت ممكن احنا، او اذا كانت مضايقه المريضه كشكلا ذاك الوقت احنا نتدخل ونقول اوكي نشيلها، لكن اذروايز ما راح نشيلها اصلا او نحتاج حتى ان ندخل جراحيا اذا كانت اصغر من هاي. طيب لما بنتكلم عن التاريخ اللي ممكن يرتبط بالاهل نفسه او العائله الوحده، في كثير من الناس يقولون ان بغض النظر سرطان ثدي او ايا كان نوع السرطان، في ناس تربطه بما ان انت ترجع من يعني جدك او جدتك او ترجع لفوق بشكل هرم، تقول ان في من اهلنا مصابين فممكن في العمل الوراثي، ممكن العمل الوراثي هاي الكلمه اللي انا بوصل لها زين، انه ممكن تسبب لي اصابتك. العامل الوراثي يشكل من 5 إلى 10% من جميع انواع السرطانات. أيوة. يعني انت تتكلم على 90 و95 ما عندهم اي عامل وراثي او ما في جيناتكس جيني اللي مسببه، يكون صادر اصلا من تغير طفره بالحمض النووي نتيجه العوامل العمر تقدم العمر نتيجه يعني كمنتج ثانوي تقدم العمر العوامل البيئيه من التدخين من عدم الممارسات الصحيه او عدم الممارسات الحياه الخاطئه، يعني من سواء عدم الاهتمام بالتغذيه او الصحه. فموضوع ان لازم يكون انا عندي من اهلي احد فيه، انا متين يجون يقول ما في احد بهلنا فيه، هاي موضوع مو شرط، مجرد 5 إلى 10% اللي يكون عندهم تاريخ عائلي. وممكن تصدف ان اكثر من شخص عادي، وممكن انه يكون لا، يعني هذين ال5 وال10 يكونون لا، هذيل الناس مثلا الام او الدرجه الاولى الام او الاخت او الجد او الجده من كلا الطرفين الاب والام، مش بس لازم من طرف الام، لا من الطرفين الابوين يكونون ريسك. طب انا فهمت من كلامك دكتوره، بس صلحي لي اذا كنت فهمت غلط، مو بالضروره اذا كان في عنده الشخص ورم سرطاني يكون بسبب وراثي، ولكن العامل الوراثي يلعب دور مهم، واذا كانت العائله تاريخ العائله الوراثي في سرطان المفروض نكون حذرين، صح دكتوره؟ اكيد
تماما اكزاكتلي، لان اصلا الناس اللي يكون عندهم تاريخ وراثي يبدون الفحص المبكر بسن ابكر من ال 45. ال 45 احنا نفدى الفحص المبكر، الكشف المبكر اللي كل سنتين عن طريق الميموغرام المراه بالعياده المراه السليمه تسوي الفحص. اذا كان في عامل وراثي يكون دائما نبدا بسن اصغر من السن، يعتمد على كم عمر الام او كم عمر الاهل اللي كانوا مصابين. صحيح. لما ياهم صار فنبدا بسن اقل من كمتابعه لهم. انا عم اقول لك هي النقطه انطلاقا من الحاله الوراثيه بعائلتنا، خالتي كان عندها سرطان، والدتي طلع عندها سرطان، خالي، فالدكتور لما شاف مع ماما هذا الموضوع فنصحنا جميعا نبلش نعمل بشكل دوري فحص لانه العامل الوراثي ممكن يلعب دور. وهي فعلا بتحول على عياده عندنا اسمها عياده الجيناتكس للجينات، اذا يشوفون شنو سبب الجينات والريسك الهاير عندكم النساء بالنسبه لنا احنا. فاذا كان مثلا الام والاخت والخال وفي انواع معينه نحولهم دائما للهاي ريسك كلينيك والجينات عشان يفحصون هل عندهم او لا يحملون الجينات المتغيره ويبدون الفحص المبكر نفس ما انت قلتي. يعني زهره ذكرتي ما شاء الله كم طرف في العائله، وايد من العائله، العائله السعيده. ان شاء الله تكون سعيده. احنا طرف واحد اللي هي جدتي، لكن باخذها كنموذج عشان اطرح السؤال. بعد الشفاء ولله الحمد تشافت، تروح بشكل دوري لنفس البلد او لنفس المستشفى علشان تفحص وعلشان ما يرجع يتضاعف عندها او ترجع للحاله اللي كانت عليها. ما ليش اقول لك، هو بعد ما تخلص، بعد ما تتعالج نسبه الشفاء نفس ما قلنا تتعدى، خصوصا بالمراحل الاولى يعني المبكر للمرض. كل كم افحص؟ تتعدى ترى ال 95 وال 97 وال 98 توصل، لكن الفحص الدوري بعدها احنا في نظام عالمي، اول سنه بعد الهاي راح يكون كل ست شهور، كل ثلاث شهور، ثلاث شهور، بعدين كل ست شهور. اي نعم. بعدين يصير سنوي لمده 5 سنوات، اللي هي دائما احنا الدراسات او عالميا انك انت تشوف فتره ال5 سنين يتم عليها المتابعه عشان ما يصير عندها ريكيرنس اللي هو انه يرجع لها مره ثانيه، والفحص دائما يكون عن طريق الام ار اي يعني او الماموغرام اللي حسب الكتله اللي هي. في احد الاسئله يعني بيورد لذهن المتابعات، هل حجم الثدي له علاقه بالسرطان ولا لا ما له علاقه؟ لا 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 نهائيا، هاي المعلومه في ناس دائما تقول اللي عندهم الحجم كبير يكون عندهم نسبه انه يكون عندهم اورام سرطانيه اعلى، لكن المعلومه غلط. ليش؟ لان الحجم يختلف بسبب اختلاف كميه الدهون اللي بالثدي. لكن الغدد اللي هي منشا الغالبيه العظمى هي منشا الاورام السرطانيه، تقريبا هي باعداد متساويه بين سواء حجم كبير او صغير ما يفرق. الغدد الحليبيه اللي موجوده الحجم الهاي كلها بسبب الخلايا الانسجه الدهنيه، وهاي ما لها اي تاثير، ما لها اي تاثير بموضوع. احنا ما شاء الله شملنا في الموضوع، لكن نركز عشان نختم في نقطه، هل يمكن ان نمنع الاصابه بسرطان الثدي او لا؟ ما في شيء يقول لك انك تمنع الاصابه باي نوع من السرطانات، من ضمنهم سرطان الثدي، لكن في طرق انك انت وقايه لحمايتك انك انت تسويها عشان تقلل احتمال الاصابه باورام الثدي. حصن نفسك. اللي هي التحصين، انك انت مثلا التدخين، بعيد عن التدخين، الممارسه الرياضه مهم ان الناس تتغير الوزن وممارسه الرياضه. أكيد. النظام الصحي، الغذاء اللي الناس تمشي عليه، الكشف المبكر هاي اهم شيء. يعني انك انت تمشي على الكشف المبكر في انواع عندنا من السرطانات لها ان كشف مبكر من قبل، فحوصات تسويها باستمرار من عمر معين. اكيد. من ضمنهم الثدي انك انت تروح الكشف المبكر من سن ال 45، واخر شيء بحاله ان انت حسيت باي تغير بجسمك اهم شيء ان انت تروح للطبيب. نروح يعني عندنا المراكز بكل مكان. اكيد عندنا. اكيد دكتوره. الحمد لله. اكيد دكتوره ارتفاع نشكرك ونشكرك على وجودك معنا، ويعني شكرا على هاي المعلومات. واكيد مشاهدينا نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع لكم باذن الله. إذا مشاهدينا عدنا لكم من جديد، والبارح مع معرض ترتيب واليوم مع معرض سكتش كتارا، ومعانا الزميل عمر الشمري نقل من هناك. صباح الخير عمر. صباح النور والسرور والعافية على الزملاء في استوديو برنامج فيض ضحى،
وكذلك أكيد ما يطوفنا أن نسلم ونصبح بالخير على جميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر أينما كنتم مشاهدين الأعزاء والكرام. نحييكم هنا المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وكما تعلمون مشاهدينا هذه المؤسسة المعنية بالثقافة على مدار السنة وبالخصوص في هذه الفترة لا تتوقف عن المعارض وعن استقبال الفنانين وأيضا إقامة المعارض الفنية. طبعا في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء نكون متواجدين في معرض سكتش، وطبعا راح نتعرف على تفاصيل هذا المعرض مع مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا السيد سالم المري. نرحب فيه من جديد ومرحبا وسهلا فيك. الله يرحب بك طال عمرك وجزاكم الله خير، ولا أنتم على التواجد والتغطية اللي عودتونا عليها دائما في أكثر من فعالية في المؤسسة العامة للحي الثقافي. حقيقة مسرورين ان نلتقي بك مرة ثانية، وانت من الرجال اللي ما شاء الله عليك مشهود لهم في المؤسسة العامة، دائما يعني حضورك موجود في هذه الفعاليات الجميلة. اليوم شفنا حضور من سعادة السيد خالد بن ابراهيم السلايطي رئيس المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وشفنا الضيوف اللي معاه داروا على هذه اللوحات اللي متواجدة كلها الفنانين. نبي نعرف عدد هذول الفنانين وايش هو الهدف من إقامة هذا المعرض. عودتكم كترى دائما على تنظيم العديد من من المعارض الفنيه في المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا. اليوم البارحه افتتحنا معرض، اليوم عندنا افتتاح معرضين، متواجدين الان في معرض سكتش. طبعا راح اشرحه بشكل بسيط، اللي هو الرسم وهو اهم المهارات الاساسيه التي يجب على الفنان التشكيلي او المهندس المعماري اتقانها قبل نقطه البدايه. هي الخطوه الاولى لاي عمل فني يبدا فيها الفنان، سواء كفن تشكيلي أو كلوحة مائية أو رسم أي عمل فني. أخوي سالم، الفنانين التشكيليين ما شاء الله عندنا يعني في عدد منهم وهم في تزايد مستمر، لأن الدعم موجود فأكيد لا شك أنه يصير في تزايد في يعني عدد الفنانين. كيف يعني يتم الإعلان عن هذه المعارض؟ يعني هل في حاضنة لهؤلاء الفنانين من خلال كتارا؟ كتارا هي ملتقى لجميع الثقافات وملتقى لجميع الفنانين، سواء القطريين أو حتى المقيمين أو حتى الفنانين العالميين اللي خارج البلاد. أكيد في تواصل معهم، في تنظيم مستمر لمثل هذه الفعاليات الثقافية. هذا المعرض بمشاركة 15 فنان من 14 جنسية مختلفة، ثمان منهم قطريين والمتبقين من المقيمين على هذه الأرض الطيبة. فيه تنوع في الثقافات، فيه تنوع في الفكر، فيه تنوع حتى في الأعمال الفنية اللي موجودة قدامك. احنا على تواصل دائما وأبدا مع جميع المثقفين، نعلن عن جميع الأعمال من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام التقليدية من إذاعة وصحافة وتلفزيون. هذا ما تشكرون عليه دائما وابدا اخوي سالم المري، شكرا لك على تواجدك. انا ودي ايضا اتعرف على جانب من الحضور اللي موجود ويانا اليوم، الفنانه فجر. لو سمحتي اختنا فجر تفضلي عندنا، تفضلي. طبعا الفنانه فجر العبد الغني ايضا من الفنانات اللي مشاركات حقيقه اليوم في هذا المعرض، مشاركه بصور حلوه حقيقه راح نتعرف عليها. خلونا نعرف اكثر عنها مع فجر، تكلمنا هي بنفسها. مرحبا اخت فجر، شلونك؟ تمام الحمد لله. الله يعطيك الف عافيه، شفت مشاركتك حقيقه المتميزه وكانت عباره عن صور الفنانين المصريين القدامى، القدامى اللي هم من اوائل المؤسسين يعني للسينما والمسرح العربي. تكلمينا عن سبب اختيارك لهذا النوع من الرسمات. والله الحلو انه كانوا هم معطينا الاختيار ان نختار اي توبيك نبيه، فحبيت اني ارجع الذكريات الحلوه لان الولد والوالده وايد كانوا يحبون يشوفون الافلام المصريه القديمه، فانا واخواتي كنا نحب نقعد معاهم ونشوف هالافلام، فما ادري حسيت انه شيء شي حلو ان ارجع الايام الحلوه وشي وانا ارسم هالممثلين. يعني والله انا واحد من الناس اللي استانست حقيقه على هاي المشاركه الحلوه، بعض الاسامي من الفنانين المعروفين، وحلو انه الاسم مو مكتوب عشان نجرب بعد نشوف الثقافه العامه يعرفون هاي الاسامي ولا ما يعرفون. طبعا اكيد هم معروفين لكن ايضا الواحد يستذكر هاي الاسامي. من متى وانت تمارسين هذه الهوايه؟ والله انا الحين ادرس في جامعه فيرجينيا اخر سنه، بس والله يعني كنت احب الرسم من يعني من زمان، والله ما اتذكر، بس اي طول حياتي ارسم وحبيت انه يعني اكمل هالهوايه. الله يعطيك
في الصحة والعافية طبعا، ونتمنى لك التوفيق أنت وكل من شارك في هذا المعرض الحلو والأكثر من رائع. وأكيد لا شك أن المعرض هذا لاقى نجاح، مبين من بداية اليوم الحضور اللي كان موجود أكيد كان هذا داعم لكم كبير. يعني حقيقة ودنا نسمع منكم أنتوا انطباعكم عن الدعم اللي يقدم لكم، وعن يعني استضافتكم في كتارة، إيش يمثل لكم كفنانين؟ والله أحس إنه يعني تجربة حلوة، هو هاي ثاني يعني معرض إنه يعني أجيب لوحي فيها، فيعني طبعًا شيء يعني وايد حسيت إنه سبيشل وشي، فوايد استأنست إنه يعني حبيت إنه أجيب لوحي إن الناس يشوفونها. فجر كل الشكر لك يا فجر، شكرًا شكرًا. أيضًا عندنا فنانة أخرى، شكرًا فجر على حضورك، شكرًا أيضًا بشاير الملة من الفنانات المشاركات طبعًا، وتظهر مشاركتها في الخلف هنا مباشرة، راح تكلمنا عن هذه المشاركة. اللوح تميز المرأة، مراحل المرأة القوية، واللون البنفسجي يعكس اللون القوي مع الذهبي، هو طاقته أصلاً قوية، وتنعكس المرأة هي شلون لما تكبر وتكون واثقة من نفسها. المرأة عندنا واثقة من نفسها وقوية مثلك ومثل اللي حضروا اليوم، شكرا لك على وقتك. مشاهدينا هذا ما كان لدينا اليوم من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، وتعرفنا على هذه المشاركات الطيبة. طبعا مبروك لكل الفنانين المشاركين، ونشكركم في نهاية هذه التغطية على حسن المتابعة، وإلى استديو برنامج في الضحى. مشكور يا زميلنا عمر على النقل اللي قدمته لنا من كتارة، وهذا الفن اللي فعلا نحتاجه من زمان، يعني أن ترجع المعارض من جديد، والسكتش ممكن فعلا يكون سكتش يقدمه فنان ومن بعدها يعطيك لوحة تأخذ منها القوة أو تكون بمثابة حالة من التنفيس. لكن أخذها من باب اليوم الغرف اللي ممكن تكون مسكرة اليوم، وعودة الطلاب للمدارس والموظفين، جودة الهواء يعني مهمة، أو ممكن تكون مصدر قلق في المقابل لأولياء الأمور، بالذات أن عيالهم راح يرجعون المدارس بشكل تدريجي، فأكيد خايفين على صحتهم. فبنتكلم عن التهوية، نتكلم أكثر عن المباني شلون ممكن تكون المغلقة، بالذات الصحة البيئية اللي فعلا نحتاجها. نرحب بالأستاذة فاطمة العتوم، مستشار ومدرب صحة بيئية في الملتقى القطري للمدربين، حياك الله. أهلاً وسهلاً فيك. صباح الخير أستاذة فاطمة. دائما نسمع مصطلح الجودة الهواء والجودة البيئة، تفسير هذا المصطلح يعني بشكل عام، كيف ممكن نقيم هذا المكان أو هذا الجو أو هذا الهواء جيد أو لا؟ طبعا هو مصطلح جودة الهواء يقصد به نوعية الهواء الموجودة بداخل هذا المبنى، نوعية الهواء ومقارنتها بمعايير عالمية، يعني فيما يتعلق براحة السكان، هل هم مرتاحين من درجات الحرارة، هل هم مرتاحين مثلا من نسب غاز ثاني أكسيد الكربون، الرطوبة اللي موجودة في هذه الغرفة. فمقارنة ومصطلح يعني يطلق على نوعية الهواء الذي يوجد في هذا المكان، ومقارنته بمعايير عالمية وضعتها طبعا جهات مختصة مثل وكالة الحماية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، إذا كانت جهات محلية موجودة في الدولة. فأنت بتقارن نسب هذه الملوثات بعدما يتم قياسها في هذا المكان مع هذه المعايير العالمية، إذا كانت متفقة معها نقول أن الهواء جيد في هذه الغرفة. جميل. شلون ممكن أنا أوفر هذه الجودة اللي فعلا ممكن تكون على البيئة صحية؟ من باب المدارس بالذات أن الغرف تكون صغيرة وتكون في يمكن درايش، شلون ممكن أوفر أيضا تهوية للطلاب؟ طيب هو هذا يمكن بيقودنا إلى الحديث عن يعني أول شيء معلش تسمح لي أني أعرج لماذا جودة الهواء مهمة في المدارس قبل أن أتكلم عن استراتيجيات اللي هي اللي ممكن تحسن جودة الهواء في المدارس. لماذا جودة الهواء مهمة في المدارس؟ أولا لأن هي عامل حاكم يعني مهم للحكم على جودة الصحة، بالذات أن احنا نقضي أوقات طويلة، كل أوقاتنا تقريبا بداخل هذه المباني المغلقة. اثنين، إن الأطفال في المدارس يعني إذا قلنا أن هؤلاء الأطفال أولا في مرحلة عمرية صغيرة، أجهزة الجسم لا زالت في مرحلة نمو، ليس لديهم قدرة على حماية أنفسهم من المخاطر الموجودة حولهم، منطقة التنفس لهم منخفضة، يعني أنت مستوى التنفس لك عالي، هو مستوى التنفس منخفض، الملوثات تكون أكثر تركيزا. ارتباط تلوث الهواء بحسب دراسات علمية حديثة بأداء الطلاب الأكاديمي، يعني لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون بحسب دراسات يقل أداء الطلاب الأكاديمي في مادة الرياضيات والقراءة، هذه دراسات علمية مثبتة، ما يكون يعني في تركيز. علاقات إحصائية يعني مثبتة. لأن ارتفاع CO2 بيخلي الطالب نعسان، بتزيد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، نعسان معناته ما راح يقدر يركز. ترى ملاحظ فعليا يعني حتى حصص العلوم شعور أو المعامل تكون باردة.
البرودة أيضا هي عامل آخر للحكم على جودة الهواء الداخلي، فهي يعني كل لازم تكون باردة ولا لازم تكون في مدى معين من درجات الحرارة. يعني بعض المعايير بتقول لك من 22 إلى 26، بعض الآن مع كورونا بيقول لك من 20 إلى 24 أو 25، فهناك مدى معين لدرجات الحرارة بيعتمد على يعني الأشخاص ومدى ارتياحهم في هذه درجة الحرارة. إذا تكلمنا مثل ما قلنا عن الأطفال أنه بيأخذ منحنى آخر من الأهمية بسبب تأثيره على صحتهم، تأثيره على أدائهم الأكاديمي. إذا تكلمنا عن مدارسنا في قطر فهناك 900 مدرسة في قطر، يعني 400 روضة وحضانة في قطر، 313 ألف طالب سوف يتوجهون إلى مدارسهم. عدد مو بسيط أكيد. عدد مش بسيط، فكل هؤلاء موظفين، تقريبا 23 ألف موظف في المدارس الحكومية سوف يتوجهون أو بدأوا توجههم إلى المدارس. فإذا لم يتم الاهتمام بجودة الهواء، أنت راح تجلس 8 ساعات 9 ساعات في هذا المبنى، هذا كله سوف يؤثر على أدائك، سوف يؤثر على صحتك، سوف يؤثر على المدى الطويل. إذا تعرضت لهذا الملوث لفترات طويلة سوف تصاب بأمراض مزمنة. يعني الدكتورة الشمري لما تكلمت عن العامل البيئي، هذا جزء من العامل البيئي اللي هو جودة الهواء اللي بنتنفسه طالما إحنا جالسين في هذا المبنى. أكيد. فهذا الاهتمام. سألتني عبد الله أتوقع عن محمد عن الاستراتيجيات كيف نحسن جودة الهواء في المبنى المدرسي. لما نتكلم عن الاستراتيجيات، أولا جودة نظام التهوية والتبريد. هذا النظام كأنه هو رئة هذا المبنى. إحنا عندنا رئة بنتنفس فيها، ولكن المبنى لما يكون مغلق فيه له رئة بتزود الهواء اللي هو نظام التهوية والتبريد المركزي. هذا لازم تهتم بهذا النظام، لابد أن يكون لديك خطط لصيانة هذا النظام، لابد أن يكون لديك خطط للتنظيف وتطهير هذا النظام. فتحات التهوية، الفلاتر تقوم بتغييرها، تقوم بالاعتناء بها، تقوم بتنظيفها بحسب تشغيلات يعني تعليمات المصنع، فما تهمل، ما يترك الغبار يتراكم فتصبح هي مصدر لنشر التلوث بداخل المبنى المدرسي. صحيح. بدل ما هي تكون الهواء اللي احنا محتاجين نتنفسه. فإذا الاهتمام بنظام التهوية. ثانيا الاهتمام يعني السيطرة على مشكلة العفن والرطوبة في المبنى المدرسي. لابد أن تقوم بقياس نسبة الرطوبة، تحافظ على مستوى من 40 إلى 60 لمستوى الرطوبة في هذا المبنى المدرسي. إذا كان عندك مشاكل تسريب في مثلا مياه بتتساقط، في عندك تسريب على الأرضيات، في عفن بدأ ينمو، لابد أنك تعالج هذه المشكلة فورا، لأنه قد يبتدي ينتج سموم أنت لا تراها بالعين مجردة ولكن تستطيع تتنفسها مع الهواء. لابد أن تبحث عن مشاكل التسريب وتحلها مباشرة. التحكم أو السيطرة على المبيدات الحشرية، المبيدات أو التحكم المتكامل بالآفات الحشرية. يعني لو بدأ يظهر عندك مشكلة حشرات لابد أنك تقوم بمعالجة هذه المشكلة، تبحث عن وجود هذه الحشرات ويكون لديك خطط متكاملة. صح. لمقاومة هذه الآفات سواء كانت حشرية أو قوارض أو إلى آخره. بأنك أنت تقوم بعمل تفتيش ميداني للمبنى المدرسي، عندك فصول، عندك مثلا حمامات الله يكرمكم، عندكم كافيتريات، عندك مختبرات، فلابد أن يتم التفتيش تماما والبحث عن هذه الآفات. معالجتها يعني نحن نعالجها باستخدام طعوم أو باستخدام السبوت، يعني ما ترش وتنثر كميات كبيرة من المبيدات الحشرية. حيصير في المبيدات الحشرية هذه لابد أنك تكون معتمدة من الدولة، ما تأخذ من أي مكان هذه المبيدات، لابد أن تكون معتمدة، لابد أن تستخدمها بطريقة بحسب ما أوصى بها المصنع، لابد أن تكون منخفضة السمية بالذات في المدارس. لابد أنك تأخذ رأي خبير قبل أن تقرر الرش، لابد أنك تخبر الأشخاص أن أنا سوف أقوم بالرش، لأن في ناس عندها حساسية ممكن تمرض لأيام، يصير عندها أزمات ربو، فلابد من إخبارهم أن إحنا سوف نقوم برش هذه المبيدات الحشرية. قلنا التهوية والتبريد. التهوية. اسمح لي بس بوقف عن نقطة التهوية. ممكن نفكر أو يفكر المشاهد عملية التهوية هي حصراً بالتكييف، أو هل نحتاج إلى فتح النوافذ والهواء الخارجي؟ إمتى ممكن نلجأ للهواء الخارجي لتهوية المكان؟ أوكي ممتاز. التهوية طبعاً بتقسم إلى قسمين، تهوية ميكانيكية اللي هي بتكون عن طريق الأجهزة هذه الموجودة بداخل المباني، شوفوا الفتحات هاي اللي في الأعلى، هذه بينزل منها الهواء عشان تتنفسوا بعد أن يتم معالجته ومروره على نظام من الفلترة والترشيح. يعني بيدخل هواء خارجي من المبنى، بيتم معالجته بتعديل نسبة الرطوبة، تعديل درجة الحرارة، معالجة فلترة، ثم يدخل إلى بداخل هذا. لذلك في أهمية للفلترة وتنظيف الفلاتر. طبعا أكيد مهم جدا، نوعية أيضا الفلاتر وليس فقط الفلاتر. يعني بسبب تعليمات اللي هي الأشري اللي هي جمعية الحماية الأمريكية الريفا تبعت الاتحاد الأوروبي للتهوية والتبريد والتكييف، قالت لابد من ترقية هذه الفلاتر المستخدمة. يعني كانت تستخدم من 10 إلى 12
2012 قالت مينيمم لازم يكون الميرف او المينيمم افشنسي ريت فاليو لها قيمه الفلتره 13 اقل شيء ويفضل انها تكون 16، فلا بد من الاهتمام بهذه الفلاتر. متى افتح النوافذ؟ الجزء الاخر من التهويه هو التهويه الطبيعيه، ان شاء الله انتم هذا المكان الجميل اللي انتم جالسين فيه، لو احنا مثلا استطعنا نعطي الطلاب الفصل الدراسي فيه هواء خارجي. أي. هذا بيكون ممتاز، واحنا الحمد لله عندنا في الدوحه وعندنا نوفمبر ودي اكتوبر ونوفمبر ديسمبر، يعني في 4-5 شهور نستغلها في ان احنا نطلع برا، بس يمكن اذا كان الهواء غير ملوث، يعني ما بينفع انا عندي حفر بجانب المدرسه واطلع الطلاب اعطيهم فصل دراسي، او اذا كانت نسبه الرطوبه عاليه ممكن كمان نسبه رطوبه عاليه خطا انك انت تفتح لما يكون عندي ملوثات عاليه، لما انت عارف انك بجانب مصدر تلوث محطه وقود حفريات هذه كلها بترفع نسبه التلوث، فهنا التهويه الطبيعية ما بتلجأ لها إلا إذا كانت الظروف المناخية في الخارج تسمح بذلك بأن إحنا نفتح. أستاذة فاطمة، الحين ننتقل لنقطة مهمة، شلون أنا ممكن سواء البيت أو المدرسة بغض النظر عن المكان، العبرة دائما مثل ما أنت قلتي أن جودة الهواء تكون نظيفة. نعم. طيب هل التكييف يلعب دور المكيف نفسه إذا طولت مدته عندي في البيت واخترب مع مرور الوقت يعطيني ملوثات وفيروسات؟ طبعا اكيد الصيانه هي المفتاح، انك انت هذا المكيف شريت هذا المكيف، احنا نتكلم على مستوى منزل او مستوى مدرسه بيختلف. أي. يعني المدارس كلها انظمه تكييف مركزيه، لا مش كلها، في بعض المدارس عندها الويندو اللي هي شبابيك الويندو الموجوده بعض المدارس قد تكون روضات، وفي عندهم السبليت يونت، فمن المهم ان ناخذ في الاعتبار ان هذه النوعيه من الانظمه لا تزود هواء نقي، ما في فريش اير عن طريق هذه. أيوة. فلا بد منك توفر طريقة لكي تزود هواء نقي لهذه الغرف. فاهتمامك بتنظيف الفلاتر هذا مهم، لابد أن يكون فتحة نافذة على الأقل موجودة في هذه الغرفة لتزويد تهوية طبيعية، أو أنك تجيب يعني وحدات لتنظيف الهواء بداخل هذا المكان. أيوة. أو المدرسة تقوم بفلترة الهواء عن طريق بنسميها الهيبا فلتر، هذا أفضل الأنواع وأأمن هذه الأنواع، لأنه في تكنولوجيات عديدة الآن مطروحة في الأسواق و يعني اصبح مثل ما تقولوا هوس. صح. مثل شلون اول ما بدانا جائحه كورونا والناس كلها تبي مطهرات وغسل الايدي ونظفوا الايدي، نفس الشيء الان هاي المطهرات الهواء اصبح هناك، يعني والناس للاسف استغلت هوس العامه وعدم فهمهم وعدم انك انت المعرفه المرتبطه بهذه الاجهزه، اي جهاز انا اختار واي منظف انا اختار، فاصبح لابد انك تلجا لراي خبير في الموضوع. اكيد 100%، انا كأم يعني محتاجه نصيحه من حضرتك، عندي بالبيت بيئه يعني بالمنزل وبدي اعقمها او خلي الهواء جيد، شو بتنصحيني؟ مثل ما قلنا يعني بالمنزل في حسب نظام التهويه، اذا كان مركزي الاهتمام بهذا النظام، لابد من يعني مثل ما قلنا تغيير الفلاتر، صيانتها، تنظيف القنوات اللي بيمر فيها الهواء، تنظيف الفتحات اللي بيخرج منها الهواء، نوعية الفلاتر المستخدمة، إن احنا نغيرها بالوقت حسب إرشادات المصنع، ما نهمل تنظيفها ابدا، يعني ما نتركها بشهور، احنا يمكن بجو قطر كل يمكن اسبوعين انا بشيل فلاتر مكيفاتي وبنظفها ما شاء الله. الفلترز هذا الفلتر وفتح ومسح الفتحات اللي بتكون حوالينا كل اسبوعين. انا في بيتي صراحه بسوي كل اسبوعين، فهو حسب لما يكون يعني في عندي منطقه حفريات بالخارج، فهذا بيزود انه بتكون العبء على الفلاتر اكثر. صحيح. فلا بد من الاهتمام بتنظيفها اكثر هذه الفلاتر، المسح كل الفتحات اللي بيخرج منها الهواء، انك توفر قدر من التهويه الطبيعيه. انك تحافظ يعني المنزل ما تكثر فيه من استخدام المواد المطهره، المواد المنظفه، لان هاي كلها بتنشر مواد كيميائيه بالداخل. صح. بتزيد العبء من التلوث بالداخل، فالبخور يعني اذا حطيت بخور لا لازم تعمل تهويه شوي، انا اظن المواد اللي بتستخدمها خليها تكون مواد صديقه للبيئه، مواد يعني ما تعطيك كميات كبيره من الانبعاثات، ما تستخدم المواد العضويه اللي بتطلع فورمالديهايد، بتطلع انبعاثات ضاره بالصحه، فلا بد ان تكون واعي، تقرا هذه المنتجات اللي تدخلها لمنزلك، تفهم كم نسبه المطهر اللي انا راح استخدمه. أكيد. يعني ها كلها والله كلها تفاصيل مهمه، وتشرفنا فعلا من خلالك بالتعرف عليها، وان شاء الله دائما الواحد يلعن بجوده هواء صحيه. كل الشكر لك للاستاذه فاطمه العتوم استشاره الصحه البيئيه في الملتقى القطري للمدربين. يعطيكم العافيه واشكركم على هذا اللقاء صراحه ونشر الوعي في المجتمع من خلال هذه اللقاءات. واجب. زهره، يعني بغض النظر عن المكان اللي انت فيه، البيت، المدرسه، بغض النظر حتى عن الديكور اللي انت توظفه، هل في هواء انت تدخله نقي وصحي عليك او لا؟ هلا الهواء نحن عم نحاول دائما مشاهدينا يعني نحافظ على بيئه صحيه ونحافظ على بيئه صحيه بصريا ايضا. صح. دائما في فقره الديكور بنحاول نجمل المكان، نخلي المكان اجمل واجمل عن التكايات او المخدات او
البيلو مثل ما بيقولوا لها. خلونا نشوف تقرير عن هذا الجانب ونعود. يسعد صباحكم مشاهدينا. دايما بفقرة الديكور منحب نقدم لكم مواضيع مختلفة وأفكار متنوعة. خليكن معنا تنشوف شو مختارين لكم موضوع لليوم. التصميم الداخلي ما بيعتمد فقط على الجوانب التقنية أو التخطيطية، إنما بيعتمد على الجوانب الفنية والجمالية أيضاً. اليوم موضوعنا عن عنصر جداً مهم من عناصر الديكور، وهي الكوشن أي الوسادة، اللي عم تطفي جو جداً رائع دافئ وحميم بأرجاء المنزل. خليكن معنا تنتعرف على خصائصها أكثر. تضفي الوسادة طابع جداً مميز على أرجاء البيت وديكوره، كما وأنه بتعطينا جو جداً دافئ وحميمية مميزة. الوسادة بطلت تستعمل للزينة فقط، إنما هي عنصر جداً أساسي بإطفاء وإبراز هوية الشخص. وقت يكون عنا كنبة سادة أو حتى كرسي كتير حلو نحط عليها كوشنز مطبع مخطط منقوش وملون، مثل ما هلأ شايفين أنا قاعدة على هيدي الكنبة السادة، فحبينا نحط عليها مخدات منقوشة وسادة بس بألوان جداً مختلفة. وبهالعنصر البسيط منشوف أنه نحن غيرنا شكل الكنبة وصارت بطريقة جداً حلوة مميزة. تخيلوا لو كانت هالكنبة سادة ما عليها مخدات، كانت رح تطلع كتير بسيطة وما إلها معنى، بينما بالوسادات والمخدات عطتنا كتير طابع حلو وروكي أكتر. استعمال الوسادات ما بيقتصر فقط على الصالات والمجالس، إنما فينا نستعملهم بغرف النوم، وما لازم نتعدى 3 لـ4 وسادات بغرف النوم، على عكس المجالس والصالات اللي لازم نستعمل بين 7 لـ8 وسادات أقل شيء. من أهم أنواع القماش اللي ممكن نستخدمه بالمجالس هو الحرير اللي بيعطينا الفخامة والرقي. أكيد فينا نستعمل معه المخمل اللي هو كمان بيلعب دور كتير مهم. من أهم الأنواع اللي ممكن نستخدمها بالمجالس إذا كان عنا الفرش بألوان حيادية، الجولد أكيد اللي بيعطي لون كتير فخم، الأزرق، الكحلي، الأخضر والبوردو. أما بالصالة اليومية أو صالة المعيشة فمننصح باستخدام القماش اللي هو مصنوع من الكتان، القطن، الجوت أو الشني، لأنه مثل ما عم نشوف بعصرنا هيدا نحن كتير عم نستخدم نوع الجوت لتنعمل منه الصوفة، فأكيد إذا حطينا نوع المخدات من نفس الشيء رح يبين أول شيء جداً معاصر وحديث ورح يعطينا جو كتير دافئ، وبنفس الوقت ما ننسى قدي سهل تنظيفهم. مننصح باستعمال الكتان أو الأشياء المنقشة والمطبعة والمخططة بالألوان الباستيل والألوان الزاهية.
بنهاية فقرتنا لليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات اللي عطيناكم إياها. لقونا الأسبوع المقبل بفقرة جديدة وموضوع جديد. مع السلامة. عدنا من جديد، وأكيد الإنسان لابد فعلاً يوفر للبيئة اللي هو فعلاً يحتاجها. أنت اللي تختار المكان اللي تروح له، وأنت اللي تختار الأشخاص اللي ممكن يكونون معاك، ونوع القهوة اللي تشربها. العبرة في مزاجك وسعادتك، أنت شلون تصنعها؟ أكيد نصنع مزاجنا ونصنع علاقاتنا مع الآخرين، وكما قلنا في البداية الحب إغداق لا إنفاق، لأن مقياسه القلب للجيب، فأغدقوا من تحبون، لأن الحب هو إغداق ولكن مع من يستحق. مع السلامة. وصلنا للختام، مع السلامة.